لا حياة نعم أستاذ. من جامعة تلمسان. نعم أستاذ. أهلا وسهلا بك. عنوان مداخلتك ضبط ماهية الصياغة القانونية، نعم أستاذ. السلام فحضرتك عليكم. الدكتورة. شكرا عليكم السلام. أستاذ. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من سهر على إنجاح هذا المؤتمر الدولي، وأشكر جميع الأساتذة على في مشاركتهم وتزويدنا بمعلومات ونتائج وتوصيات في المستوى حقيقة. عنوان مداخلتي ضبط ماهية الصياغة القانونية. إن الاهتمام بمسألة الصياغة القانونية ليس مجرد اعتناء بالجانب الشكلي والإجرائي، إنما الهدف منه هو الوصول إلى تطبيق دولة القانون والحكم الراشد من خلال سن تشريع جيد ومتطور في منتهى الوضوح والدقة في الصياغة، منسجما مع الدستور وغير متعارض مع القوانين الأخرى، مفهوم عند عامة الناس وقابل للتطبيق. وتعد نوعية الصياغة التشريعية مكونا هاما من مكونات الإدارة الرشيدة لما لها من أثر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد. كما أن اختيارنا لهذا الموضوع يتزامن مع إصلاح النظام القانوني الذي شرعت فيه الجزائر، والمتمثل في مراجعة وتحديث القوانين الموجودة في شتى القطاعات فيما يتماشى مع الاحتياجات والمتطلبات الجديدة لمواكبة المعايير الدولية. وعليه يتبادر إلى الأذهان الطرح المتمحور حول فيما تتمثل ضوابط ماهية الصياغة القانونية. وللإجابة على هذه الإشكالية سيتم اعتماد المنهج التحليلي والمقارن، باعتبار أن مسألة التحكم في أصول الصياغة القانونية مسألة حتمية في ظل العولمة والاتجاه الدولي الحالي في توحيد القوانين. أصبحت كل دولة لا تستطيع أن تسن قوانينها بمعزل عن القوانين والاتفاقيات الدولية. وعليه سنقسم دراستنا إلى مبحثين، حيث نتطرق في المبحث الأول إلى مفهوم الصياغة القانونية، أما المبحث الثاني سنخصصه إلى طرق الصياغة القانونية وعوامل جودتها. فبخصوص الصياغة القانونية فهي تشمل مصطلحين هما القاعدة القانونية وفن الصياغة. حيث تتكون القاعدة القانونية من عنصرين، عنصر العلم وعنصر الصياغة. يتعلق عنصر العلم بجوهر القانون وموضوعه، أي بالمادة الأولية التي يتكون منها القانون وبالعوامل التي تدخل في مضمونه. أما عنصر الصياغة فيتمثل في إخراج هذا المضمون إلى حيز العمل من خلال الوسائل الفنية اللازمة لإنشاء القاعدة القانونية والتعبير عنها، وتسمى بأساليب صناعة أو صياغة القانون. وعلى هذا فالصياغة القانونية هي بمثابة تحويل المادة الأولية التي يتكون منها القانون إلى قواعد عملية صالحة للتطبيق الفعلي على نحو تحقيق الغاية التي يفصح عنها جوهرها، ويتم ذلك عن طريق اختيار الوسائل والأدوات الكفيلة بالترجمة الصادقة لمضمون القاعدة وإعطائها الشكل العملي الذي تصلح به للتطبيق. أما فن الصياغة فيتمثل المضمون التشريعي في قواعد ترمي إلى تحقيق مصالح وتساق في صورة نصوص، وهذا هو فن الصياغة القانونية، ويقصد به مجموعة الوسائل والقواعد المستخدمة لصياغة الأفكار القانونية في نصوص تشريعية تعني على تطبيق القانون من الناحية العملية، وذلك باستيعاب وقائع الحياة في قوالب تشريعية لتحقيق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية. إن موضوع هذا الفن وغايته هو تسهيل العمل بالقانون، ويتحقق ذلك من خلال عدة أمور، منها استخدام مناهج وأساليب في الصياغة تمكن قدر الإمكان من احتواء كافة الوقائع في مجال القواعد القانونية. ثانيا خلق الأفكار القانونية، ذلك أن الحياة الاجتماعية تولد مصالح وحاجات معينة، ويأتي فن الصياغة القانونية لإشباع هذه الحاجات من خلال استخدام وسائل مصطنعة وأفكار قانونية. فيما يخص عوامل جودة الصياغة القانونية فهناك عدة عوامل تساعد على تعزيز جودة الصياغة القانونية وتجعلها داعمة للحكم الجيد. نذكر أهمها. أولا ديمقراطية الصنع، حيث تدعم الاستقرار التشريعي، فالصياغة التشريعية الجيدة هي التي لا تأتي مبصورة أو غير واضحة، بل تكون مؤدية للغرض الذي جاءت به من أجله ومعربة عن الواقع الاجتماعي. لذا فإن الصياغة الجيدة تميل إلى الاستقرار، أما الصياغة الرديئة فلا تتسم إلا بهذا
لذلك فإن استقرار الشعارات عندما تكون السياق والتصورات التي تستطيع توضيح فكرة التشريع والتعبير عنها بأبسط الطرق بما يمكن المواطن من متابعة مدى احترام سيادة القانون وحكم القانون ومدى ومن مراقبة أداء الدولة تشريعا وليس فقط تطبيقا. ثالث يعني نقطة هي متطورة وذلك تعزز القدرة التنافسية للتشريع، فالتشريع الجيد له قدرة تنافسية في مواجهة العامل المعاصر، الأمر الذي يتطلب القيام بدراسة وافية ولفترة كافية، وعند نظر مشروع قانون ما فلا ضرر من عمل دراسة مقارنة مع القوانين المحيطة بنا للتعرف على تطور التشريع الحادث في العالم، لاسيما إذا كان موضوع التشريع المقترح جذور أو إمدادات في لاتفاقيات دولية. في الأخير نقول أن صياغة القاعدة القانونية يجب أن تكون بالشكل الذي يتناسب الغرض الذي فرضت من أجلها، فجوهر القاعدة القانونية ومادتها الأولية يجب أن تخرج بطرق ووسائل معينة حتى تحقق الهدف منها والغاية المرجوة منها. وعلى ذلك فإن صياغة القاعدة القانونية عملية ضرورية جدا جوهرية، وهذا بنظر إلى قواعد عملية صالحة للفعلي في المجتمع الذي توجد لتنظيمه، وذلك عن طريق استعمال وسائل وأدوات معينة كفيلة بهذا التحويل. وفي الأخير أقترح بعض التوصيات من أجل تجنب مساوئ الصياغة القانونية. أول اقتراح أن يتم تدريس مادة الصياغة القانونية ضمن المواد المقررة لمنتهج كليات الحقوق. ثاني مقترح تنظيم آلية موحدة للصياغة القانونية تتوافق مع المبادئ العامة الدولية. وآخر اقتراح استخدام التنظيم الإلكتروني في كل مراحل التشريع. شكرا أستاذ، وأحيل إلى سيادتكم الكريمة.